أكثر من 90% اليوم من الطلاق كله طلاق بدعي، أكثر من 90، أكثر من 95% من الطلاق الذي يقع بين الناس اليوم طلاق بدعي محرم. وقعت مشكلة الحين لازم أطلق، الحين الحين صارت المشكلة الحين أطلق، الحين ردت علي الحين أطلق. الآن جل الناس عندما يطلقون كيف يطلقون؟ كيف يطلقون الناس الآن؟ زعلت المرأة، اسمع الكلام يا مرأة، ماني سامع الكلام، من تكفو انت من تكفو، ولا لا طالق، انتهى الأمر. هكذا أكثر الطلاق يقع، هكذا مشكلة صغيرة تكبر تكبر، الشيطان يحضر ويقع الطلاق. لكن لو تميزنا في طلاقنا وعرفنا أن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. أكثر من 90% اليوم من الطلاق كله طلاق بدعي، أكثر من 90، أكثر من 95% من الطلاق الذي يقع بين الناس اليوم طلاق بدعي محرم. وقعت مشكلة الحين لازم أطلق، الحين الحين صارت المشكلة الحين أطلق، الحين ردت علي الحين أطلق، بدعي. والطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. المتميز إذا وقعت مشكلة بينه وبين زوجته وقد جامعها البارحة أو قبل يومين أو قبل أسبوع أو قبل 20 يوما أو كذا، المهم في طهر جامعها فيه، لا يستطيع أن يطلق مهما وقعت مشكلة بينه وبينها. يقول لها كلها أيام تحيضين ثم تطهرين ثم أطلق، من يفعل هذا؟ أو تكون زوجته حائضا أو نفساء فيقول لها الآن وقعت مشكلة ما أقدر أطلق الآن لأنك حائض أو أنك نفساء، أصبري حتى تطهرين أطلقك، من يفعل هذا اليوم؟ قليل من الناس. في بيعنا في شرائنا في تعاملاتنا كلها يجب أن نكون متميزين، يجب أن نكون وقافين مع كتاب الله تبارك وتعالى في تعاملنا مع الناس. ومع أنفسنا كذلك يجب أن نكون متميزين. يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي رحمات من ربهم سبحانه وتعالى لأنهم صبروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متميز يملك نفسه عند الغضب.